أما بالنسبة لحديث إن الله لا يطلع ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح، هذا حديث أبي موسى الأشعري، وأيضا جاء من حديث معاذ بن جبل، ومن حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله لا يطلع ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا أهل الحقد، يقول: اتركوا أهل الحقد حتى يدعوه، أو دعوا أهل الحقد حتى يدعوه، عند ابن ماجه وغيره، وهو يتحسن بمجموع الطرق. ومسألة التصحيح والتضعيف هي مسألة نسبية بين أهل العلم، هي مسألة نسبية بين أهل العلم، هناك من يحسن بمجموع الطرق، وهناك من يضعف، يرى أن كل طريق فيها علة لا تنجبر بمجموعه الطرق، وهذا هو عند أهل. أما المقلد من الناس حسب ما يأخذ من العلم، فإذا كان يأخذ على الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وهكذا، فهؤلاء يرون بتضعيف، أيضا شيخنا الشيخ الخضير، وإذا كان يرى بالذين حسنوا الحديث مثل شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع فيأخذ به وينشره بين الناس. لكن هنا أنا أريد أن أوضح شيئا، إن تصحيح أو تحسين الشيخ الألباني لهذا الحديث بمجموع الطرق كما فعل في صحيح الترغيب والترهيب وفي صحيح ابن ماجه وفي سلسلة الصحيحة له رحمة الله على الجميع، لا يعني أن نفرد هذه الليلة بأي نوع من أنواع العبادات. وطبعا ليلة النصف كانت أمس، يعني كانت أمس اللي هي الثلاثاء ليلة الأربعاء، هذه هي ليلة إيش؟ النصف. والشيخ الألباني يقول: وإن إفرادها بأي عمل وأي عبادة بدعة، إفراد ليلها بالأعمال كصلاة الرغائب 100 ركعة تقرأ في كل ركعة الفاتحة وقل والله أحد، هذه بدعة، أو بصيام نهارها هذا أيضا بدعة، فلم يصح في فضل العمل في تلك الليلة شيء، كل ما هنالك هو أن يتسامح الناس فيما بينهم وأن يعظموا جانب التوحيد، إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. فهؤلاء. أما بالنسبة لرسائل المسامحة التي تنشر في هذا في الواتس وغيره، نقول كل هذا من خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسلف الصحابة، لأن من عنده مظلمة عند أخيه فليتحلل منه وجها لوجه، ليس أن ترسل رسالة في مجموعات الواتس، مجموعات فيها عشرات من المشاركين في هذه المجموعات، منهم من يرى الرسالة ومنهم من لا يرى الرسالة، منهم من تكون قد آذيته في الأيام الخوالي وكما يقولون طقطقت عليه أو أنك سخرت منه إلى غير ذلك، ثم تأتي الآن وتنشر رسالة تسمى رسالة مشاعة، تسمى رسالة مشاعة، سامحوني ولا تحمل. لا، ما هذا الكلام ليس صحيحا. عندك مظلمة عند أخيك تذهب إليه أو تتصل به على الخاص وتستسمح منه، والتوبة لها شروط: الاعتراف بالذنب، الندم، لها شروط الاعتراف بالذنب، الندم على فعله، العزم على عدم العود، وإذا كان في حق إنسان فيستبرئ منه، يستبرئ منه من حقوق مالية أو من حقوق معنوية، وإذا كان من غيبة أو نميمة فليذكره بالخير في المواطن التي كان يذكره فيها بالشر وبالسوء. هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله الناس. والمسامحة مطلوبة على الدوام، المسامحة مطلوبة على الدوام. ليه؟ لأن الذي فيه شحناء وفيه بغضاء لا ترفع أعمالهم، الأعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، إلا المتشاحنين، يقول أجل، أو المتشاحنين المتخاصمين المتهاجرين، يقول أجل هذين حتى يصطلح، هذا على مدار العام وعلى مدار السنة، والرفع يكون يوميا في صلاتي الفجر والعصر، ويكون أسبوعيا في الاثنين والخميس، ويكون حوليا في شعبان كله، في شعبان كله. وليلة نصف من شعبان لم تخص بتقدير المقادير ولا ب صحائف الأعمال ولا بكل هذا، وأول من سن فيها الصلاة هم أهل الشام، وكان أهل الحجاز ينكرون عليهم لعدم ورود الدليل، وكل ما روي في الصيام أو في القيام أو في الصدقة في ليلة نصف من شعبان فكلها أحاديث إما باطلة أو موضوعة أو ضعيفة ضعفا غير منجبر، أو تكون ضعيفة ضعفا
غير منجبر بجميع الطرق، ولذلك الشيخ الألباني ما صحح فيها ولا حديث إلا إن الله لا يطلع ليلة نصف من شعبان فيغفر جميع خلق إلا مشرك أو مشاحن. هذا ما تيسر إراده وتهيأ عداده عن الله على ذكره، وصلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تم تحرير صوتيا في يوم الأربعاء 15 من شعبان لعام 41 و400 ألف من جهة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.